القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي وموعد العرض على القنوات العربية. إذا كنت تبحث عن القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي وتوقيت البث فأنت في المكان المناسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بمحبي المسلسل الجديد صلاح الدين الأيوبي الذي يشترك في إنتاجه شركتي أكل التركية وأنصاري شاهي الباكستانية لإنتاج الأفلام والمسلسلات، وقد اتفقت الشركتين عن إنتاج 3 أجزاء متتالية من هذا المسلسل الضخم. ولد شركة أكل فيلم التركية خبرة كبيرة، وقد سبق لها أن قامت بإنتاج كل من مسلسل ألب أرسلان ونهضة السلاجقة العظمى وليكم القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجديد. تقوم قناة TRT التركية بنقل العمل يوم الاثنين على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. أما في الوطن العربي القناة الناقلة هي قناة الفجر الجزائرية كل جمعة التوقيت على الشكل التالي: 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمات واليمن والعراق. تعاد الحلقة اليوم السبت في الأوقات التالية: 2 زوالاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 3 ظهراً بتوقيت مصر وليبيا، 4 عصراً بتوقيت مكة المكرمة واليمن والعراق. أما تردد قناة الفجر الجزائرية فستجده في شاشة النهاية أو في التعليق المثبت. وأتمنى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد فضلاً وليس أمراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.